السلامة ومرحبا بكم. اليوم رجعنا بعد غياب طويل انا وصديقي. مش نعملوا اليوم بشكوت رولي بالمعجون، بشكوت بتاعنا العربي اللي متساسين به الناس الكل. عدنا كعبتين عظم عليهم 540 جرام فارينة، هنا انا عاملة 165 سكر، معهم زوز سكر فاني وشويه مش ناخذ شويه خميره مرطبات. هنا زيت زيتونه عامله 80 غرام زيت زيتونه، وتنجموا تعوضوه زيت زيتونه في بلاصته زيت الحكم ولا زيت القطانية. ولهنا حتى 90 غرام ماء عطرشيه، ولا تنجموا تعوضوه يعني يا اما ماء عادي ولا تخلطوا ماء عادي ومعها عطرشيه. باهي توا سي يوسف الشيف يوسف مش يعاوننا. اي بابا كوس نيني ها كوس صب انت يا صب كله صحيت. برافو يوسف. شنو اللي صبيناه نحنا تاو؟ شو اسمه اللي صبيناه بشوية بابا؟ شو اسمه اللي صبيناه؟ سكر انا صحيت. هاي حط السكر واحدة اخرى صحيت كل زيل فيه سب كل ها طبعا صب السكر هذا لا مش بويدة صبه من معرفة شد معرفتك صب برافو. مش نحطو هذوما يتركضو مليح مليح ومن بعد كي نرجع نكملو باقي المكونات. هنا انا ركزتها بالبطر. شوف شنو نحط، شنو نحطوا فارينة ونعملوا حرك حرك بمغرفة يوسف. باي باي قبل ما نحط الفارينة انا شوف باش نحطها عليها مغرفة صغيرة متاع خميرة مرطبات. خاطر انا علاش لا مش نحطها انا على خاطر نحطوا شوية برك، على خاطر انا عامله بالزيت زيتونه، الزيت زيتونه ما يخليهاش تنفش برشا. دونك باش نحط مغرفه نتاع قهوه باش نزيدها شويه تونه بشويه يوسف بشويه بشويه مش بالمغرفه هيك نحركوا بشويه بابا بالمغرفه الصغيره نعرفها بال. دونك الفرينه تكون مغربله يما تحطها مع الخميره وتغربلها، والا كان مغربله مسبقا كيفي انا تحط عليها ديريكت الخميرة وتحركها بالمغرفة. دونك بابا بعد مش هكا لهنا طبعا مش نحط بشوية بشوية الخميرة متاعي الفارينة سامحوني الفارينة متاعي وين هبطها الكل مش برويدة بابا مش نحركه بالمغرفة ومش نصب عليها الزيت كامل. يوسف اخر شكل تلاشوا ومش نزيدها انا لهنا العطرشين مش صب شوية مش الكل. هو عندي 90 جرام ماء وتنكها بالبرقدين، انا مش باش نكها بالبرقدين مش نكها بالعطرشية. العطرشية انا تحرك عندك يتحرك بهذيك ولا تحرك لا يا بابا مش الكل ولا تحركها بهذي العطرشية بابا نحطها ونبدأ نقصه بشوية بشوية. ها سي يوسف تعرفش بدل رأيه متسيجة أنا محلت أنا واحدة أخرى أنت تحرك واحدة أخرى أي نا محلت خلنا هبطها الكل خلنا هبطها خلنا نظف المغرفة الساعة صحيتك. ها حركة كتير ولا تحركوا بيديكم انا هاكا اكتيفيتي ومين تنسيب ما بعد بابا باي نسيب سيب هاي صحي تايتا وما بعدنا حطوا ايد على ماما ونحركوا ما بعدنا دف دف لا مش دف دف مش دف دف حركوا كهو صحي مش هنكمل نحط بقية العطشة دقيقة خلاص كل خلطة مليح مليح
تباه. هذه فرويده سمحه، ندهنها بشويه زيت زيتونه. لويده واحده نعمل هكا صحيت. نحط انا هنا، انا مش نحط هنا عجينه، مش نقسمها سيغ دو. هذا هكا الشطر هكا باش ما تلصقنيش فويده. عجينه انا، عجينه انت صحيت. باش نحطها هكا في الوسط. دابا انا مازال باش نكمل هكا. نعملها ناني فشكو تعالوا باش نحلها. هاي حل يوسف مع عجينة. حل عجينة، حل عجينة. انا هنا عندي المعجون هذايا اللي هو معجون التين، اللي هو معجون جسمه هو لا اله محمد رسول الله الكرموس. ها تعالوا ليلى استنى، تعالوا لا تعالوا خل نحطوا الساعة يوسف نفرشها الكل. ها ماما معي الكرموس. ماه اي شنو نعملو هادو الاول؟ ويا لا انا لا بويده بويده مش بديك نفس. باش نعملو هكا ويده هكا بشويه زيت. هات ويده الاخرى انت صحيت وحده وحده برك. نعملوها هكا تاع ها يجا من هنا. نجبد الكرسي لهنا ونعملو لها دور دور. ميسيش كان سقط شوية هكا. ها عامله بشوية بشوية بابا ما ننزلوش برشا. دور دور حاسيلو تسيسو. برافو برافو يوسف ميسيش صحيت صحيت. انا ولدي دزك المداو تاعها ماما خنصلحها شوية خنصلحها صحيت. كهو 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 يزم الدس يزم الدس. اش تشد هذه انت باش ما تهربش على ماماي صحيت. دونك وخلطناها لهنا مش جيت طالع وهذه تطيب العجينه. ها تطيب العجينه مش نحطها الفيكيا. الفيكيا ما حي من حي كل ما نستعمل الفيكيا يفضل لي شويه
دونك نخبي فيه في الحكة هذه. هذه فيها فيك يا لوزو لوزو جلجلان وأكاجو وفريوة وفستق. فستق أنا أجي فستق أنا حتيت ساي ساي لوزو أجي فستق ونحلوها كوش في أنا على فكرة راهو الفيك هذي فيه وسط شوية نكوش فين نوصلوا إلى خلطة المعجون. وانا قبل ما نبدا خدمت الفور متاعي على 200 درجه خليته يسخن، وكي مش نحطها مش نطيح على 180 او 170 ونخليها تسخن ونسى او نخليها تطيب وعيني عليها. هذا تاع عنده درجين نحلكم شويه تشوفوا باهي. تاعو مش نغطيه فوق وخطا بقموت وحط فيه بقموت فوق باش هو يطيب من داخل بلدي ما يمش تيب القشرة البرانية وداخلين سلطة عظمة ونزيدوه شوية حليب. ونرقبوه انا في التركيب هذا ضيع قرص قشور تاع قرص تحط شوية قشور تاع قرص انا مش هيحطو نحط شوية أبين جوس باش نحي بيه ريحة السورية متاع نصر طلعت دونك وركته مليح مليح مليح. دونك هذا مهكا طاب من غير دوغلوف انا مش نحط له الدوغ. علاش ما نحطش انا الدوغ من الاول؟ على خاطر هو الدوغ شي يعمل يعطي اللقه يعطيها اللقه ويعطيها الكولور نتاع الدوغ المزيان. انا الحق نتاع ربي الكوغي ساعات يغش مش في بالك اللي هو طاب، والا مثل كي تحطه من الاول يعطي وجه بزيد نتاع يعني يغميق هو وتلقاها هي مزيلت ما طابتش. دونك انا نطيبها هي الساعة وبعد نحط الدوغيغ نتاعي. كي حطيت الدوغيغ راني عطيتها باش يطيب الاصفر تاع العظام من فوق ويشيح وما يقعد النش على القدر. الرز تاع فينر دونك انا باش نستناها شوية تسخن تسخن شوف بس من بارتي منها باش نورجيكم. هذه اللي نتاع الفيكيا، هذه اللي بالفيكيا وفيها شوية معجون. دونك حيتو هذي بالمعجون
وهذه اللي بالمرجو هيك. طيب حتى من الوط نعرف شين دايبين من داخل ما هيشي معجنة، وهذه زادة من داخل معجنة. تنجموا كلكم وتنجموا تخصوهم وتحطوهم هكا على الوجه هذايا وتزيد تدخلوهم الكوش. إذا كان تحبوا 100 غرام شو باش نتين، وإذا كان تحبوهم مطريين جست خليهم يبردوا ومن بعد قص في عقلك وصحة بالشفاء.